ايه الحكايه في امريكا؟ شيء عظيم وشيء مبهر في اكبر ميادين العالم. والله يعني دي حاجة الحقيقة يعني كانت جميلة جدا. كان يوم 13 أغسطس، وده الاحتفال اللي عملناه. هو اللي انت شفت حضرتك ده هيستمر لمدة 30 يوم. هتقعد 30 يوم تحضن البنات كده؟ كل لا، انا جيت اهو، انا جيت عندك دلوقتي القاهرة. والله انا القاهرة دلوقتي. طيب. الكلام ده كله حصل يوم 13. ايوه. عملنا احتفال في الميدان نفسه، وهم صمموا ان انا اجيب البرنيطه بتاعتي وبنفس اللبس بتاعي اللي هو موجود في الصوره ايوه في تايم سكوير. فطبعا وجودي في التايم سكوير خلى الناس عرفتني، فكانت يعني كانت حاجه ظريفه لا جدا. ده الراجل اللي على الشاشه واقف معاهم في الشارع ده يجنن الامريكان الحاجات دي. فعملنا احتفال بقى في وجود السفير القنصل العام المصري والمصر الطيران الممثله. والحقيقه كان احتفال الساعه 10 الصبح، الساعه 3 بعد الظهر، الساعة 8:30 بالليل. الستاند كان بيقف 5 دقائق في المدة دي، لكنه هيستمر لمدة شهر. طبعا الدكتورة رانيا المشاط بتستغل هذا الموضوع لتدعيم السياحة، وأنا عامل معاها على فكرة اتفاق بنتكلم فيه دلوقتي، إن في 2020 بإذن الله في شهر مايو يونيو أنا عامل 20 محاضرة في 20 مدينة في أمريكا. أنا اتفقت معاها، في شركة محاضرات منظمة للمحاضرات دي في 20 مدينة. فقلت لها لو احنا خدنا مندوب من الفنادق ومندوب من شركه سياحه، وخدنا حد من هيئه تنشيط السياحه، ورحنا وجود جم معايا البلد يعملوا فطار الصبح مع اللي بيبيعوا مصر شركات السياحه، الظهر نعمل مؤتمر صحفي، بالليل قابل الناس، اعتقد ان ممكن يستغلوا ال 3000 شخص اللي هيحضر محاضراتي، لان هو منتظر ان كل احنا الشركه اللي بنظم المحاضرات هي شركة بتاعت سبيكر برو، بتجيب المشاهير من العلماء في كل المجالات على فكرة. أيوة. وبتعمل لهم محاضرات وبيكسبوا من ورا الحكاية دي. أنا فهمت إن المحاضرة حضرتك اتكلمت عن مفاجآت يعني هتعلنها للسنة الجاية، وكان في كلام عن يعني كليوباترا وكلام عن هو بالنسبة للسنة القادمة بإذن الله، عشان أنا ما أعلنتش. إحنا عملنا شغل كويس جدا في وادي الملوك، بحثة مصرية كاملة، والمفروض يعني نعلن الاكتشافات فيها قريب باذن الله. اقدر بعد كده ان احنا اتكلم عنها في المحاضرات. انا ما اقدرش اتكلم عن كشف انا عملته الا بعد ما وزاره الاثار ان هي تعلن. البنت اللي قدامك الجميله دي من ايديه في بلد صغيره اسمها بولج جرين، كان حاضر 1300 واحد في المكان ده. يا سلام. والبنت دي طلعت لي وكاتبه اسم ابوها وامها واسمها بالهيروغليفي. يا سلام. وقالت لي انا نفسي، هي اللي كاتبه في كتاب يعني موجود في بيتباع على الانترنت ازاي تعلم نفسك هيروغليفي. البنت دي امها اشترت لها الكتاب وبدات تعلمها هيروغليفي ازاي تكتب. احنا عندنا ما بيعرفوش يكتبوا اسمهم بالعربي. يا استاذ عمرو، انا نفسي ان الدكتور طارق شوقي يكون سامعنا دلوقتي. وكان مره جاي معايا، قلت له الدكتور طلع امر مكتبي لكل مدرس الرسم في المدارس الابتدائيه في الجمهوريه، بدل ما يرسموا شجرة يرسموا حرف هيروغليفي. فيعني أنا نفسي بقى الدكتور طارق إن هو فالبنت طلعت لك وكاتبة اسمها واسم أمها وأبوها بالهيروغليفي على برضية، وهي اللي كاتباها. أمها بعتلي إيميل النهاردة بتقول للبنت ما نامتش من فرحتها إن أنا قلت لها إن الهيروغليفي بتاعك ده صح.